حكينا تو انت كيفاش تعدي رمضان في العاد؟ في النهار عاوني نطلع شويه لهنا للحي متر حديث ومن بعد نشد الدار، وفي الليل الواحد بعد ما يتعشى ويصلي العشاء يصلي التراويح، هذا كان كتب. حتى التو ثم التكافل ديما، انت اللي ثم رحمه في العباد وثم انت عنا منظمات قاعدين يعاونوا في الفقراء والمساكين وناس تخلص عشان ربي فانت للي وناس كل تعيش. والله لاباس، انا كل شيء موجود، الخير موجود والخدمه موجوده والحمد لله. مازالت معناتها مشكلة عادة كي رمضان اللي فات ولا لا قبله، ولا العباد تبدا ملهوفة على السلعة وتبدا فما برشا موفمون، ما أكثر السلعة موجودة وما فما حتى شيء، يجيو يتفرجوا الأسوام غالية أكثر فيها الأسوام كيفني. أصبر 3600 أكثر، أنت الحوت فهمت اللي السكمبري ب 4000، السردينة 1400 فهمت، هكا هي الأسوام هكا هي. أنت كل رمضان تخدم هكا تبيع في الحمص؟ علاش هيك تطلع في مصروفك؟ ديما نبيع. ايش تعمل في رمضان؟ نبيع الحمص والمعدنوس ونبيع السلق وكل شيء نبيعه. نمشي نروح ومن غدوه نعاود نبيع. في الليل نبيع في الجرده الكبيره الشركات. معدنوس 200. وفما بداوا العباد يشريوا توا؟ بداوا يشريوا، شريوا خاطر ياسر الخايس. صباح الخير. صباح النور خويا العزيز. رمضانك مبروك. عايش وانت بالامثل خويا العزيز. عايش الله يخليك. والله يا صاحبي وزر لي السلطة في سير الايام بيع فيها بدينا. اليوم 750، المعدنوس 200 فرنك، الكلاس ب 350، فهمتني؟ اسعار اكثر من هيك ما فماش رخصة صاحبي. ها؟ فما خويا العباد تشري مي زوالي خويا ديما حاجة غالية عنده راهو فهمني. شوية واحد إذا مشري ثلاثة كعبات يشري كعبة، مشري أربع كعبات تقول عليها حرب فهمني. بشوية بشوية والناس كل تساعد بعضها صاحبي. قالك بيع الحم 16000، ترى الحم 16000، الحم يخلص حتى من ناحية ب 16000، حتى من ناحية يخلص ب 16000، بيع ب 15000، بيع ب 16000، ب 15000 بيع فيه بروشين بروشين صافي، وكاتب لك علوش حليب. قل له اكتب، قل له اكتب بورشني، قل له اكتب بورشني وبيعوا بورشني، شوف يبيعوش بورشني. متوفرة السلعة عامة راهي غالية برشا، السلعة غالية برشا، ترى فيها الطريفات كلها أمورها مريقلة، معناها كان جي كونترول ولا حاجة أموري قانونية. 6900 خوخ، 3200 القرص خوخ، هذا 4600 وعندي الكيتونس تاعو، وبعد يشوف التلفزة يقولوا كذا كذا، ونقعدوا احنا في مشاكل مع العباد. ها موجودة الطريفات كلها موجودة، كل شيء غالي في المرشي. ما هو ناخذ شويه دقله وشويه لحم وشويه منه وماش لساني اذا غاد العالم. والله صافا هاو الخيط سبعه موجوده، ما الاسواق ما بيان سور. هذاك علاش الواحد بدا بيقضي قبل رمضان خير. صباح خير. صباح خير خويا، علينا وعليك وفيك خويا. انت من الجاليه اللي في الخارج؟ اي. وقت جيت المسك؟ نهار الاحد خلطنا في الليل. سي الشيخ سي فغي. من واحد لواحد سي الشاغل صلى هني 600 غادي 480، معناتها ديفيرونس كبيره برشا كوميم. هو قال لك مزلبي، هو ما فيه لا مزلبي لا شيء. كل ما نجيب ماشي نخدم. انا نشوفوا في الاسوام، نشوفوا نعملوا تله في الاسوام، نشوفوا شنو هي الحاجه نجموا نشريوها، القادرين باش نشريوها. وفي السماء مرات Thank you.
واحنا في رمضان ربي يفرج حالنا وحالهم. اذا عملنا خطوه فهمتي صلحنا امورنا مع ربي وربي يصلح لنا دنيانا واخرتنا. اذا علاقتنا بربي مش متعبه فهمتي فتفسد الدنيا والاخره. والله مبرمجه شوربه وشويه بريكو وشويه كسكسي ولا لا مش يكتب. اليوم ان شاء الله كسكسي نهار له هاو شويه لحم مفروم هانا مش عامل شويه طاجين شويه شنو القناه هذه يا ولدي؟ راديو مساكن. راديو في الساعه مساكن هاي نشرفوا مرحبا بك اخويا. دخلنا المرشي ما لقينا ما يعجب خرجنا للشارع العباد الناس كل كاشي والله يقدر خيره برا فهمت. المواطن هني قاعد يذوق تفاح ب 2500 الخوخ ب 2500 الحوت غير بري ب 8000 البطاطا كانت بزده ب 500 فهمت سبعه يوم ب 800 الله يلا مشيك للزوالي يغزر بعوينته ويطلع من الباب الاخر ما نجمش ياخذ حق شيء.